هل الكلام في المجالس عن بعض الأشخاص بغير قصد يعتبر غيبة؟ وما هي كفارة الغيبة؟ الكلام للأشخاص في المجالس وهم غائبون يعتبر إذا كان بما يكرهون، إذا كان بما يكرهونه هذا غيبة. قوله صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد ارتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ألا يجوز الكلام في الناس في المجالس بما يكرهونه من خصالهم أو أفعالهم؟ لأن هذا هو الغيبة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فاتقوا الله إن الله تواب رحيم. والغيبة من الكبائر، كفارتها أن يستسمح الإنسان الشخص الذي اغتاله إذا كان لا يترتب على طلب المسامحة منه مفسدة أكبر من يغضب أو يحصل منه رد فعل، إنه يستسمحه ويطلب منه المسامحة. أما إذا كان ترتب على ذلك مفسدة أعظم فإنه يدعو له ويثني عليه في المجالس التي كان يغتابه فيها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.